أدوية مغشوشة في السوق المصري. هيئة الدواء بتنشر منشور تحذيري يتضمن 17 منتج مغشوش معروضين في الأسواق المصرية منذ بداية العام الحالي، أبرزها أدوية الحمل، تقوية المناعة عند الأطفال، مرضى الكلى، الأمراض الجلدية، الأنف والأذن والحنجرة. تقرير نشره موقع العربي الجديد ونقل عن رئيس المركز المصري للحق في الدواء محمد فؤاد إلى أن في خطورة متغير جديد يهدد سوق الدواء المصري، وهو الأدوية منتهية الصلاحية وعددها بالملايين. بيقول محمد فؤاد أن الأدوية دي بيشتريها سمسرة بعد تجاوز التاريخ بتاعه بعد ما تبقى إكسباير، وبعدين بيعاد بيعها بعد كده بثمن بخس، وبيتكلم على يعني عصابات ومافيا وكلام كتير جدا. الحقيقة بيخليني أسأل أولا فين لجنة تصنيع الدواء في نقابة الصيادلة، فين نقابة الصيادلة، مين المسؤول عن حاجة زي كده أصلا، المافيا دي مين اللي سمح انها تكون موجودة بشكل او باخر. خليني انقل هذه الاسئلة واكثر الى ضيفي عبر الانترنت الدكتور احمد رامي، امين صندوق نقابة صيادلة مصر سابقا. اهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك دكتور اسامة وبالسادة المشاهدين. لو عند حضرتك تفاصيل اكتر عن هذا التقرير، عن ظاهرة غش الادوية. نعم، التقرير اللي هو نشرته هيئة الدواء، المنشور التحذيري ان احنا عندنا 17 منتج. يعني هو يعني الوضع اسوأ من ذلك. يعني احنا عندنا حالات وفيات بدأت او انتبه الرأي العام ليها مع حالة الوفيات اللي حصلت في اسكندرية مع الطفل اللي اخذ حقنة في صيدلية وتوفي بعد 6 ساعات. بعد كده وفق المنشور على صفحة محي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر قبل فرض الحراسة عليها، كان بيتحدث عن 13 حالة وفاة في شهر واحد بسبب اعطاء حقن. والحالات الوفاة دي كانت في أماكن مختلفة، يعني منها اللي في صيدلية زي الواقعة دي اللي راحت ضحيتها أو بتتحاكم بمجابهة زميلتنا صيدلانية دكتورة مها، ومنها حالة لأم رئيسة هيئة التمريض ابنها مات في إيديها اديته حقنة، يعني هي رئيسة هيئة التمريض وزوجها طبيب وتوفي، ومنها حالة وفاة في مستشفى خاص. فتعدد الحالات دي في أماكن مختلفة بيقول إن هناك ظاهرة اسمها تداول للدواء المغشوش في مصر، مش مجرد أخطاء في إعطاء الحقن وما إلى ذلك. طيب لما بنتكلم على هيئة الدواء بتقول يا جماعة عندنا 17 منتج، محمد فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء بيتكلم على مافيا، على عصابات أدوية، معلش يا دكتور هو مين المسؤول أو مين المنوط به مراقبة أصلا سوق الدواء وإدخال أدوية إكسبايرد أو لا؟ في حاجتين، يعني مراقبة المنتج وإذا حصل فيه مشكلة دي مهمة هيئة الدواء. انتقلت هذه المهمة من وزارة الصحة في الأونة الأخيرة بعد إنشاء هيئة الدواء وأصبحت مهمة هيئة الدواء، لكن تحديدا الدواء المنتهي الصلاحية اللي بيعاد تدويره يعني نشأ في الأول بأن الأول كانت الشركات المنتجة بتوزع مباشرة للصيدليات، فالصيدليات لما كان بيبقى فيه دواء منتهي الصلاحية عندها بترجعه للشركة المنتجة، لكن الشركات المنتجة عشان تخفف رأسها من صداع التعاملات مع عدد كبير من الصيدلات وما إلى ذلك نشأت يعني يمكن من 30 سنة أو أكثر شركات التوزيع. شركات التوزيع بقت تاخد المنتج من الشركات المنتجة وتبيعه للصيدليات مقابل نسبة بتاخدها بتتنازل عنها من أرباحها الشركات المنتجة لصالح الشركات الموزعة. نتيجة انخفاض هذه النسبة فبقى الجميع بيبحث على مخارج لتعويض الأرباح، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي في البلد. الصيدلي دلوقتي بيبقى عنده ده منتهي الصلاحية والشركات الموزعة رافضة، اللي هي يفترض أنها حلقة وسيطة بين الصيدلي وبين الشركات المنتجة رفضا أن هي تستخدمه، فبدأ يظهر ظاهرة اسمها يعني الوسطاء أو السمسرة بتوع الدواء المغشوش، بيجي الصيدلية ويقول له أنا عاوز أشتري منك الدواء منتهي الصلاحية. يعني من واقع خبرة الواحد في الفترة اللي كان فيها في النقابة بيحصل بعد كده إعادة تدوير لهذه المنتجات، بيتم الذهاب للمطابع، وبالمناسبة يعني أن المطابع المفروض أن هي بتخضع لرقابة أمنية،
يعني حصول على مطبعه على تصريح بالعمل بيبقى بتخضع لرقابه امنيه، فبتاخد بيتم اعداد عبوات جديده وبيتم اعاده طرح الادويه منتهيه الصلاحيه وتتسرب الى الصيدليات عبر شركات التوزيع وعبر المخازن مره اخرى، فيستلمها الصيدلي عليها تاريخ جديد لكن هي في الواقع تاريخها منتهى الصلاحيه.